في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للباس التقليدي، نظمت مدرسة ليميستي بحي الغزالة يوما تنشيطيا خاص بالأسرة التربوية لهذه المؤسسة، وتتويجا لسداسية دراسية مليئة بالنجاحات. عسلامة، مرحبا مرة أخرى في مدرسة ليميستي أكاديمي سكول حي الغزالة. نرحبوا برنامج علمني مرة أخرى في مدرستنا بمناسبة اليوم الوطني لللباس التقليدي. إن شاء الله تكون الأجواء مع صغيراتنا عجبتكم. مدرستنا كعادتها ديما تسرق المناسبات الجميلة باش تحتفل مع صغار وتعمل جو عائلي احتفالي، خاصة بعد نهاية ثلاثي متعب وبعد نهاية الامتحانات. صغار عملوا أمبيانس، فرحوا وراوا حوايجهم اللي فرحانين بهم، جاوا بهم الدار. فما أطفال التحضيري والتمهيدي اللي احنا تكفلنا بتلبيسهم، جيبوا زادة معاهم أطباق دار تقليدية، أطباق مالحة وأطباق حلوة. وبالمناسبة هذه نشكر الأولياء الكل على الكرم متاعهم، اللي في كل مرة الحقيقة يساهموا معنا في المدرسة ويساهموا في إنجاح معناتها الاحتفالات هذية. ثم واحد شكاكي شو توا جاي يشكي في الليل من جبشة الغدوة، قال يا سيدي هذا يا راهو جاي بلاد ويتبلحط في القاعة. قال تعريت، قال جيبو. دخلوا الحاجب، هاك الراجل وجهه أصفر كانوا خرج من قبر، عينيه مزحز أحمر كيف قطع النار. شبيك؟ قالوا يا ولدي عسلامة، مرحبا بكم. أنا شيف لميس سكول في الاحتفالات بتاع اللباس التقليدي في مدرستنا لميس سكول. نحب نقدموكم المطبخ بتاعنا، أش حضر من أكلات تونسية زمنية وبنينة. نبدأ بخبز الملاوي معروف بالسميد وبالفارينة، يتخدم بزيت الزيتونة. احنا بطبيعة الحال العولة بتاعنا راي بتاع سميدنا في كوجينتنا وزيت زيتونتنا في كوجينتنا. به عنا زادة خبز القمح مخدوم يا حسرة بخميرة بلدية بالسينوج بالجلجلان، حاجة زمنية زيت زيتونة وفاوحة وصحية. وإحنا ديما لهنا في لميس سكول نعتبد الماكلة الصحية، معناتها حاجة رئيسية اللي إحنا طيبوا لوليداتنا الماكلة الصحية، الماكلة البنينة المخدومة من الكوجينة، نخدموها بيدينا وفي كوشتنا، ما نجيبوش حتى حاجة من بر. لميستي أكاديمي سكول زادة بهالمناسبة عملنا منو أسبوع كامل منو تقليدي، عملنا فيه الأطباق التونسية القديمة متاعنا. طبختنا الحقيقة كالعادة أتحفتنا معناها برشا حاجات. هكذا هي العلاقة بين المربي والتلميذ في المدرسة الابتدائية الخاصة ليميستي أكاديمي، أجواء عائلية بحتة يطمئن فيها الولي على أبنائه، ويجد فيها التلميذ نفسه فيدرس ويلعب ويبدع.